طالب نواب آخرون بإجراء الانتخابات عبر البطاقات البيومترية بدل الإلكترونية لضمان شفافية الانتخابات ومنع حالات التزوير التي حصلت، مؤكدين رفضهم استخدام أي هوية ثانوية للناخبين غير الهوية الصادرة عن النظام البيومتري. من المقدمات الخطيرة المبيتة للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتزوير نتائجها هو اعتماد هوية الناخب الإلكترونية غير البيومترية بهدف حصد الأصوات تزويرا ومخالفة للقانون ولتلافي ما حصل في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. نؤكد رفضنا المطلق لاستخدام أي هوية للناخبين غير الهوية الصادرة عن النظام البيومتري، وندعو الكتل السياسية والمفوضية بالالتزام بممارسة المنافسة القانونية الشريفة عبر اعتماد هويات لا يمكن التلاعب بها لتكون الانتخابات نزيهة ومعبرة عن آراء الناخبين.